ايه سؤال بيطرح نفسه. بطبخ كل يوم الاكل على مزاجكم، اعمل مهما اعمل وفي الاخر بتسيبوه. ما الاكل كان قدامكم وانتوا اللي نسيتوه. مش كل يوم تيجوا على اخر الليل وتفتكروه، زهقت من الروتين خلاص انا جبت جاز. اللي مصبرني في البيت ده هو البوتاجاز. اللي مصبرنا في البيت، اللي شايلنا في شغل البيت، اجهزة بيلت ان ارستن، صناعة ايطالية 100% بتضمن لك توزيع مثالي للحرارة لتسوية افضل. ارستن، دراعك اليمين بضمان بيتك.